اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه مدنيه وبس. الغطاء الخرساني كفر عند تسليح اي عنصر خرساني يجب مراعاه ان يكون فيه كفر خرساني كافي من كل جهه بين الحديد وبين سطح الخرسانه الخارجي، وده للحفاظ على اسياخ حديد التسليح الموجوده داخل الخرسانة من العوامل الجوية والرطوبة والصدى. بتختلف قيمة الغطاء الخرساني للعناصر المختلفة وبتكون مذكورة في اللوحات، ولكن بشكل عام الغطاء بيكون في الأساسات من 5 لـ 7 سم وباقي العناصر بيكون 2.5 سم، ولكن زي ما قلنا بتكون حسب اللوحات المعتمدة. بيتم تنفيذ الغطاء الخرساني في الموقع باستخدام وضع بسكوت بين الحديد والنجارة، وبتكون قيمة البسكوت دي هي قيمة الغطاء الخرساني المطلوب تحقيقه. وفي عدة أشكال من البسكوت في الموقع، وأنواع البسكوت اللي بتحقق قيمة الكفر الخرساني هي بسكوت بلاستيك وبيتباع بمقاسين 2.5 سم أو 5 سم، وفي نوعين منه. النوع الأول هو بسكوت يستخدم للغطاء الجانبي واللي بيتسمى بسكوت عجل أو بسكوت فراشة. النوع الثاني هو البسكوت اللي بيستخدم لعمل الغطاء السفلي واللي بيتسمى بسكوت كوباية. تاني نوع مستخدم في الموقع وهو البسكوت الأسمنتي واللي بيتم تصنيعه في الموقع بالسمك المطلوب. تالت حاجة هي كسر الرخام، وهو عبارة عن بواقي الرخام من ورش الرخام أو من الموقع واللي بيتم استخدامها بدلاً من البسكوت السفلي في القاع. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.